لعبها بيرامي وبعيده الكره من امامه النرفي وسط الملعب بدون فلسفه، لا تفلسف بيها، لعبها الى روني، روني روني مر، روني تقدم، روني الى رحيم، رحيم والعرضيه خطيره، يا سلام، نعم عملها ويلبيك، ويلبيك يسجل، المنتخب الانجليزي يتقدم، المنتخب الانجليزي يزعر اخيرا، الاسد الانجليزي يظهر اخيرا، الاسد الاسمراني ويلبيك هو من يسجل، خطأ كبير من إلنر في وسط الملعب، كلف المنتخب السويسري هدف، يتفوق الآن المنتخب الإنجليزي 1-0. لاحظ الخطأ، روني استغلها، 3-2 والأفضلية للثلاثة بكل تأكيد، رحيم إلى ويلبيك، ويلبيك في المكان المناسب، هجمة عكسية منظمة بل تدرس للمنتخب الإنجليزي، الأسود الثلاثة، النجوم الثلاثة، المنتخب الإنجليزي يتفوق بهدف مقابل لا شيء. نعم الأسود الثلاثة بثلاث تمريرات وصلوا إلى مرمى المنتخب السويسري. عادت المحاولة الآن إلى رحيم، رحيم لعب كرة إلى ريكي لامبر، ريكي حاول، ريكي نقلها إلى ويلبيك، ويلبيك ويلبيك، خلاص خلاص خلاص، نعم هو اللي بدأ شوط المباراة الثاني بهدف وينهي شوط المباراة الثاني أيضا بهدف، ثنائية للإنجليز، المنتخب الإنجليزي يبدأ بداية قوية، روي أودسون يتمنى الآن بأن يعوض هذه الجماهير كل الإخفاقات في الفترة الماضية بالبداية القوية وبالتفوق الآن بهدفين، لحظة كثيرة، ويلبيك ويلبيك، نعم يعوض غياب ستوريج، نعم مصائب قوم عند قوم فوائده، استغل هذا الشيء اللاعب ويلبيك وأكد بأنه يستحق بأن يكون موجود كأساسي ويسعد جماهير الغانرز بهذا الأداء وبهذا المستوى. ريكي لامبرت بدون أنانية مررها إلى ويلبيك، ويلبيك سجل الثاني، ويلبيك خلصها يا روي هودسون، انتهت الحكاية يا روي هودسون.